قم بتبسيط اكس واي الكل مرفوع للقوة ناقص 2 ضرب 2 اكس تربيع على واي تربيع الكل مرفوع للقوة 4. إذن دعونا نرى ما يمكن أن نفعله هنا. دعونا نفكر بهذا الجزء من العبارة أولا. فإذا كان لدينا x على y الكل مرفوع للقوة n، نحن نعلم أن هذا يعادل x للقوة n على y للقوة n. لنطبق هذا هنا، إذن هذه العبارة 2x تربيع على y تربيع الكل مرفوع للقوة 4 هذه ستعادل 2x تربيع الكل مرفوع للقوة 4 على y تربيع الكل مرفوع للقوة 4. وبالطبع لا يزال لدينا هنا xy الكل مرفوع للقوة ناقص 2، ودعوني أبسط هذا. نعلم أنه إذا كان لدينا x ضرب y الكل مرفوع للقوة n، فهذا يعادل أخذ قوة كل من x وy على حدة، ومن ثم نستخرج الناتج، فيكون x للقوة n ضرب y للقوة n. وإذا توسعنا قليلا، أي إذا ضربنا xy بنفسها n من المرات، بالتالي سنرى سبب نجاح الخاصية، لأنه سيكون لدينا x مضروبة بنفسها n من المرات وy مضروبة بنفسها n من المرات. وإذا استخدمنا نفس الخاصية هنا xy الكل مرفوع للقوة ناقص 2، فسيعادل هذا x تربيع x عفوا لناقص 2 وواي مرفوع القوة ناقص 2. الآن ماذا يمكن أن نبسط؟ حسنا، يمكننا استخدام هذه الخاصية مرة أخرى. هنا لدينا 2x تربيع الكل مرفوع القوة 4، فهذه تعادل ستكون نفس الشيء ك 2 للقوة 4 ضرب x تربيع الكل مرفوع للقوة 4، ويمكننا أن نطبقها في المقام y تربيع الكل مرفوع للقوة 4. في الواقع سنستخدم خاصية أخرى في المقام، حيث لدينا y تربيع الكل مرفوع للقوة 4 فقط. نعلم أنه إذا كان لدينا x للقوة n الكل مرفوع للقوة m، فهذا يعادل x للقوة n ضرب m. إذن y تربيع الكل مرفوع للقوة 4 ستساوي y للقوة 2 ضرب 4، أي y للقوة 8. وبالطبع لدينا هنا x للقوة ناقص 2 ضرب y للقوة ناقص 2. الآن لنفكر قليلا بمعنى x للقوة ناقص 2 وy للقوة ناقص 2. x للقوة ناقص 2 يساوي 1 على x تربيع، وy للقوة ناقص 2 يساوي 1 على y تربيع. لنكتبها إذن بهذه الطريقة، هذا يعادل 1 على x تربيع ضرب 1 على y تربيع. إذن سنستخدم الصيغة 1 على x تربيع y تربيع، فهذه وهذه متساويتان. لنرى ما يمكن فعله الآن. لدينا شيء آخر، أو في الواقع لدينا عدة أشياء. لدينا x تربيع الكل مرفوع القوة 4، مرة أخرى يمكن استخدام هذه الخاصية هنا، فسيكون لدينا x للقوة 2 ضرب 4، وهذا الجزء الموجود هنا وسأكتبه بلون آخر يبسط إلى x للقوة 8، حيث 8 عبارة عن 2 ضرب 4. هذا الجزء سيكون 2 للقوة 4، 2 للقوة 3 يساوي 8، إذن 2 للقوة 4 يساوي 16، إذن 16. وتبسيط العبارة ككل هو إذا ضربنا هذا بهذا، أي نضرب بواحد، لذا سأضرب هذان الكسران. البسط سيكون 16 ضرب x للقوة 8، وكل هذا المقدار مقسوما على لدي x تربيع، ثم لدي y للقوة 8 ضرب y تربيع. إذن كم ناتج y تربيع ضرب y للقوة 8؟ لدينا الأساس نفسه، بالتالي يمكننا أن نجمع الأسس كالتالي: y للقوة 2 زائد 8 أو y للقوة 10. إذن y للقوة 2 ضرب y للقوة 8 يساوي y للقوة 10، ويتبقى لدينا شيء واحد لنقوم بتبسيطه. لدينا x للقوة 8 على x تربيع، ونعلم أنه يمكن كتابته بصورة x للقوة m على x للقوة
x للقوة n ويساوي x للقوة m ناقص n. إذن x للقوة 8 على x تربيع يمكن أن تبسط إلى x للقوة 8 ناقص 2 وتساوي x للقوة 6. والآن تم تبسيط العبارة كلها إلى 16 ضرب x للقوة 6. x للقوة 6 كل هذا مقسوما على y للقوة 10 وانتهينا.